في نفس السياق بقى هنلاقي ان مجلس اداره نادي الزمالك بيطلق العنان وبيطلق يد جوزيه جوميز ان هو يعمل عمليه التدوير في لعيبه نادي الزمالك خلال الفتره القادمه زي ما هو عاوز، وبيديله كمان مطلق الحريه في انه يحدد مصير الصفقات الأجنبية، يحدد مصير نضاي، يحدد مصير المسلوسي، يحدد مصير بقية اللعيبة المحترفين. يعني هو الناس عاوزين بصراحة يعني يخلوا الراجل يشتغل بكل أريحية، يعني ما تبقاش في مشاكل موجودة عندهم، ما تبقاش في مشاكل موجودة عند الفرقة في حاجة. فبالتالي عادي جدا، يعني ممكن هو نضاي كده كده مش هيبقى موجود خلال الفترة اللي جاية لان هو عنده عضلة ضمة، فمشكلة العضلة الضمة هتخليه يغيب بشكل كبير عن فرقة نادي الزمالك خلال الفترة الايه خلال الفترة القادمة. طيب برضو في اطار الصفقات اللي احنا بنتكلم عنها الزمالك مصمم على لعيب مهم جدا ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وانه يرجع تاني لنادي الزمالك. مين يا سيدي اللعيب ده؟ اللعيب دوت مصطفى فتحي يرجع تاني الزمالك وما يرجعش ليه؟ فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، ايه ما عندوش مشكلة خالص. جمهور نادي الزمالك طبعا يا ريت مصطفى فتحي يرجع، ده يبقى يوم السعد، ده يبقى يوم المنى، وليه لا يا اخوي ما يرجع مصطفى فتحي. ماشي. على الجانب الاخر بقى نادي الزمالك فيه عنده مشكلتين موجودين اليومين دول، مشكلتين كبار منكدين على جمهور الزمالك يا علاء يا كريم، منكدين على جمهور الزمالك. وريت تعرضوا لي الكومنتات عشان انا عايز برضو الناس تبقى موجوده معايا. عرض يا كريم الكومنتات بتاعت الناس كده، هات لي اخر كومنتات تحت خالص، انزل تحت خالص. دخل معايا ابراهيم الجندي اهوت، كمام، احمد عصام، وهاني سلام، كل دول دخلوا معايا في الكومنتات. هاني سلام بيقول لي تركي الشيخ شخص محترم، يكفي انه مهتم بالرياضه في مصر ومحب لمصر والمصريين، ده هاني سلام. صالح الاسواني بيقول لي كابتن اشرف قاسم الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما. احمد عصام بيقول لي يا كابتن انا قمت في الفاصل بعمل كوبايه الشاي وبسمع وانا بعمل، بعد ما خلصت ورجعت كوبايه الشاي وقعت، بس فداك. اتفضل يا عم عشان مش عاوز يفوت. ماشي يا عم، طب خلي بالك. ابراهيم الجندي بيقول طبعا معشوق الزملكاويه مصطفى فتحي. صفاء ابو زيد بتقول لي شفت النهارده الكابتن حسين لبيب مع الريس كان منور. طبعا. رمضان صبحي تفتكر في الصيف هيبقى فين؟ في الزمالك. رمضان صبحي الصيف الجاي في الزمالك، خدوها مني كده. طيب